في 3 حلقات فاتوا كنا اتكلمنا عن الشاشات وأهمية الشاشات في جهازك واستخدامك. بعض الناس وارد تكون الميزانية بتاعته ما تسمحش انه يجيب شاشة بمواصفات تقنية تناسب الألعاب او تناسب استخدامه في وقت تجميع الجهاز، فبيضطر انه يمشي حاله بالمتاح حاليا، بس هو لازال فاهم أهمية الشاشات بالنسبة له من حلقاتنا فناوي يجيبها بعدين. لكن اللي مش قادر اتخيله ان شخص بيستخدم بي سي من غير صوت الا في اوقات معينة. طب خلاص اول مرة تثبت التثبيتة دي. الصوت مهم جدا، اي نعم ملوش دور في اختيار قطع جهازك، بس ده ما يمنعش انه مهم، لانك لو بصيت على شركات المذر بوردز مؤخرا هتلاقيه انهم عشان يحطوا سيجنتشر جيمينج على المذر بورد لازم يوفروا حاجتين، كارت لان احترافي وكارت صوت احترافي. كارت الصوت عشان يعمل معالجة صوت احسن للمحتوى المعروض، وده يلقلنا على طول لسلسلة حلقاتنا الجديدة الصوت. سامعك يا اللي بتقول صوت والضوء. فيزيائيا الصوت هو قدرة موجة على انها تسافر في الاوساط المادية المحيطة من الحالة السائلة الغازية او الصلبة زي ده كده. في علم النفس والاحياء الصوت بالنسبة لهم الموجة المسموعة من قبل الاذن وترجمتها من قبل الدماغ. الموجة بتتقاس باشهر وحدة في عالم البي سي وهي الهرتز. اذن الانسان ليها القدرة على انها تسمع اصوات بتردد يبدأ من 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز او 20,000 هرتز. اعلى من 20,000 موجة فوق صوتية، تحت 20 هرتز موجة تحت صوتية الانسان ما بيقدرش يسمعها، بالتالي المخ ما بيقدرش يعالجها. فالصوت هينقسم لنوعين، اما انالوج او ديجيتال. الانالوج هو القدرة على تحويل الصوت من حالته المادية لإشارة كهربية تتنقل مثلا من المايك وتخرج عن طريق السبيكر من الحالة الكهربية للحالة المادية مرة تانية. أما الديجيتال فهو الصوت اللي بيتسجل وبتسمع عن طريق البي سي. فالديجيتال هنا هي القدرة على تحويل الموجة الصوتية لملف رقمي، تكوينه عبارة عن باينري نمبر، يا واحد يا زيرو، وبعد كده تقدر تحول المحتوى ده من أرقام ومعادلات عن طريق كارت الصوت اللي بيكون عبارة عن بروسيسور ورامات بتقوم بالمعالجة وتخرجه مرة تانية لحالته المادية عن طريق السبيكرز او الهيدسيت. فالصوت مهم لانه بيخلق روح للمحتوى اللي قدامك من حيث الساوند تراكس اللي بتكون متمشيه مع السين اللي بتحصل فيه المؤثرات الصوتيه، من حيث الحركه، من حيث الانفجارات، فبيديك المتعه اللي انت منتظرها من المحتوى والتجربه الكامله اللي صناع المحتوى مقدمينها. يمكن الشيء اللي ما يخليكش تستغنى عن الصوت في استخدامك للبي سي مثلا في الالعاب مثلا هو كم المجهود والابداع المبذول في مشاهد اللعب عشان يخلق لك التجربه الكامله. تقدر تقول كده ان الالعاب زي الافلام، الفرق انك بتتحكم في مجريات الاحداث. ده لو لعبة مثلا من العاب العالم المفتوح زي ويتشر 3. كل ما كانت اللعبة حلوة كل ما هتلاقي الساوند تراكس احلى، فاكيد هيكون عاملها ملحن احلى واحلى. عندك مثلا لعبة زي Assassin's Creed 2، وما ادراك ما Assassin's Creed 2، الجزء اللي علم في دورة حياة كل جيمر من حيث القصة ومن حيث الساوند تراكس. ما تلاقيش اتنين بيختلفوا على جمال الساوند تراكس وابداع الملحن جيسبر كيد. هنروح بعيد ليه؟ عارف هانز زيمر؟ اكيد طبعا عارفه، ده التنين اللي ملحن الساوند تراك بتاع فيلم زي انترستيلر وانسبشن وافلام كتير ليها وزنها في عالم السينما. جه منتج مشهور في عالم الالعاب وبدون ذكر اسماء في سنه 2011 استعان بيه في تلحين ساوند تراك عظيمه الالعاب كرايسيس 2 اللي لازال بينضرب بيها المثل في ان كان اي جهاز يقدر يشغلها ولا لا، وبالاخص التراك ده ابلوك. دي نصيحه مني، ده تراك تقدر تلوب عليه اليوم كله من غير ما تزهق، خصوصا الحته دي. حاجة فخيمة طبعا، مش اي سماعة هتجيبها هتديك الصوت اللي انت متخيله، لان السماعات هي كمان ليها مواصفات وليها ترددات تقدر تنتجها بالاعتماد على الاشارة اللي جاية من معالجة كارت الصوت. يعني تخيل كده ان معاك كارت زي ال 2080 تي اي ومركب عليه شاشة 1080 بي، انت مش بس خانق الكارت، ده حرام، انت مش هتاخد اكتر من الريزولوشن ده. فالصوت لحد كبير نفس الموضوع، مش هتبقى جايب بورد زي الاسوس الار او جي كروس هير 7 هيرو او مركب كارت صوت احترافي من كرييتيف وحاطط عليه سماعة بيتس هاي كوبي ب 150 جنيه مثلا ومنتظر انك تاخد صوت ولا احسن. فانت خلاص اقتنعت باهمية الصوت، حوشت فلوس ونويت على سماعة جيمنج من اللي موجودين في السوق، وهوب لقيت الاتنين دول على رف واحد، اختار مين فيهم؟ طبعا
اول اجابه على السؤال ده هتكون اشتري الاغلى من حيث السعر، واللي هتكون الاي ماكس اتش 30 اس اي، لان زي ما احنا متربيين ومتعودين ان الغالي ثمنه فيه. بس مش دي القاعده، هي حقيقه بس مش دي القاعده، لانك لو بصيت على الاثنين كويس قوي هتلاقي حاجه غريبه جدا. الاثنين فيهم حاجه اسمها فيرتشوال 7.1 سراوند ساوند، وهنا بقى تفضل واقف قدام الرف محتار، طب ما الاثنين فيهم نفس الميزه، المفترض ان السيلينج بوينت بتاعتهم، اشتري انهي واحده فيهم؟ اي نعم الاتش 30 اس اي الدرايف بتاعها اكبر شويه، معاها كارت صوت يو اس بي، لان بصراحه تجربتي ليه مش مطوعاني اعتبره انه امبليفاير، لان ليه اوديو سنتر بيخليك تتحكم في كل حاجه في الصوت، الى جانب الى انه ليه فيرموير تقدر تحدثه ليه على افتراض ان النسخه اللي معاك هي النسخه الاوليه. السوفت وير بيديك عدد كبير جدا من الاوبشنز سواء للمايك او للسماعه عشان تعمل افضل اوبتمايز ليها على حسب المحتوى اللي انت شغال عليه. تقدر طبعا تستغنى عن السوفت وير، مش عاوز تعقيد، تستخدم البري بيلت بروفايلز اللي موجوده في الوحده نفسها، وتتحكم كمان في مستوى الصوت او تشغل ال 7.1 ولا لا، وتتحكم في سماعه ثانيه عن طريق انك توصلها بال 3.5 اوديو اوت وتشغل الاثنين مع بعض. بس بعيدا عن ده كله، ايه قصه الفيرتشوال 7.1 او ايه هو السراوند سيستم ساوند؟ السراوند سيستم ساوند او بالعربي الصوت المحيطي، قدره كارت الصوت على التعرف على اتجاه موجه صوتيه معينه ويبدا يعالجها ويحولها من الباينري نمبر للحاله الماديه عن طريق السماعات. طبعا نظام صوتي زي ده لازم يكون المحتوى نفسه متسجل بالشكل ده، لانه لما يتسجل من انالوج لديجيتال هيتعرض بناء على القيم والارقام والمعادلات اللي متسجل بيها عن طريق بروسيسور كارت الصوت من ديجيتال لانالوج. السراوند سيستم ساوند الاشهر حاليا هما اتنين، ال 5.1 وال 7.1، ويا اما ريل يا اما فيرتشوال زي اللي موجود في السماعتين الاكس بي جي دول. الريل سراوند سيستم ساوند هيكون بسيط جدا، انت عندك كارت صوت بيدعم ترجمه المحتوى ده وبينقله من اللعبه او الفيلم للسماعات اللي بيكون عددها اما 5 او 7، والواحد هنا بيمثل السب ووفر. طبعا السماعات هنا بيكون ليها تواجد ملموس من حيث التوصيلات ومن حيث الاماكن، لان لازم يكون في توزيع صح للسماعات عشان تاخد التجربه اللي انت عامل عشانها السيستم ده. لما بقصد هنا سماعات انا بقصد سبيكر. ده ما يمنعش ان الريل سراوند سيستم ساوند بيكون موجود في الهيدفونز او الهيدسيتس. فتخيل ان معاك سماعه بالحجم ده مثلا وفيها عدد 7 درايفز متقسمين على الليفت والرايت من الهيدفون. طبعا انت غالبا خدت بالك من المشكله فين. المشكله هنا زي ما انت شايف في المساحه، فكره تواجد عدد الدرايفز ده في كل جنب من الهيدفون زحمه جدا، اكيد هيكون في تدخل في موجات الصوت لو في اكتر من مؤثر من اكتر اتجاه في وقت واحد، ده طبعا غير المؤثرات المحيطه، بالتالي هيكون صعب انك تاخد التجربه اللي انت متوقعها. غير كده ان سماعات الريل 7.1 سعرها بيكون غالي جدا، تحتاج توصيلات كتير في كارت الصوت، سواء كنت جايب كارت صوت غير اللي في المذر بوردز او بتعتمد على اللي موجود في المذر بورد، وطبعا الكروت الخارجيه بتكون احسن واغلى، ودي ليها قصه ثانيه مش النهارده. على العكس بقى يكون الفيرتشوال 7.1 او نظام الصوت المحيطي الافتراضي، من اسمه اكيد عرفت ماهيته. الفكره اننا عشان نعمل صوت محيطي بسماعه ما فيهاش الا درايف واحد حجمه من 50 ل 53 ملم شمال ويمين، احنا هنا بنعتمد على الساوند كارد اللي بيكون جاي مع السماعة سواء الـ H30 او الـ H20، بنعتمد عليه انه يبذل جزء من المعالجة عشان يبدأ يديك احساس باتجاه الصوت من اكتر من مكان، ده طبعا بالاعتماد على برمجة الملفات الصوتية نفسها بتاعت اللعبة مثلا، فيديك احساس مقارب من النظام الصوتي المحيطي الريل، لكنه مش نظام محيطي بمعنى الكلمة. ازاي بقى؟ هقولك. الصياعة اللي بتتم بالظبط ان الصوت بيتعظم مثلا في الجزء اليمين اللي مصدر الصوت فعلا جاي منه، في نفس الوقت لو جيت وقفلت الجزء اليمين من الهيدفون لازلت هتفضل سامع الصوت بس من الجزء الشمال. اي نعم نسبته في الجزء الشمال قليله جدا، بس لازال الصوت موجود وقادر تميزه. فاللي بيحصل ان الصوت بيسافر من الودن اليمين للودن الشمال، فبتحس ان في صوت جاي من اتجاه معين. لما بتكون واقف في اتجاه مباشر لمصدر الصوت بيبدا الصوت يتساوي ما بين الجزئين الشمال واليمين، فده بيديك الايحاء انك سامع صوت معين من مصدر معين وفي اتجاه معين. طبعا التجربه مش هقدر اقول انها افضل حاجه، وبالنسبه لي انا شخصيا لان ليا تجربه شخصيه مع سراوند سيستم ساوند 5.1 عباره عن سبيكرز متوزعين في كل ركن في الاوضه، وفي الاخير متوصلين بوحده ضخمه هي الكنترول بانل، بلس انها الساب اوفر ومنها لكارت صوت احترافي في كل الاوتبوتس اللي انا محتاجها لكل تشانل سواء الفرونت او الرير او السنتر. فالمساحه حرفيا بتفرق، وتوزيعة السماعات بنسب تكون متوافقة مع قعدتك على البي سي بتفرق سواء كان 5.1 او 7.1. والحقيقة الاتنين دولت او نوعين السراوند دولت مش فارقين كتير عن بعض غير في سماعتين بس، ده غير ان الشائع استخدامه اساسا هو ال 5.1، لان السماعتين الزيادة دولت بيكونوا في الجناب، والسماعات الرير لو اتحطت بزاوية معينة هي والفرونت هيغطوا المساحة اللي المفترض ان ال 7.1 هيغطيها. والتجربة للريل سراوند سيستم ساوند سبيكرز حرفيا كأنك قاعد في سينما بس في بيتك.
يبقى حكمنا النهائي على السماعتين بيتقسم نقطتين، هي الفيرتشوال سراوند سيستم ساوند، والثانيه هتكون السماعتين نفسهم من حيث الاستخدام بعيدا عن الفيرتشوال 7.1. من حيث نقطه الفيرتشوال 7.1 فالموضوع زي ما قلت من شويه هو ايحاء بانك قادر تميز اتجاه الصوت بناء على المعالجه اللي بيعملها كارت الصوت للمحتوى اللي معروض قدامك، فيبان انك سامع الصوت من اتجاه معين، لكن الحقيقه انت شغال على سماعه استيريو، الصوت بيتضخم في اتجاه وبيقل في الاتجاه التاني بس لازال مسموع لو قفلت الاتجاه الاولاني، فهي مش تجربه بالمفهوم الكامل للصوت المحيطي. انت قادر تميز بس مش بنفس القدر اللي انت متخيله، لكن لو عاوز يكون ليك تجربه فعليه مع السراوند سيستم بالكامل او زي ما بيقول الكتاب ما تروحش الهيدفون حتى وان كان ريل 5.1 او 7.1، لان المساحه ما بين الدرايفز قليله جدا وتكاد تكون معدومه. فنصيحه لو حابب تعمل سراوند سيستم، لو ليك في الافلام والالعاب وحابب تقلب الاوضه بتاعتك سينما صغيره وده احساس حلو الحقيقه، اشتري سراوند سيستم سبيكر. لكن سماعه بصراحه شايف انها حاجه مش مجديه، مش معنى كده انك ما تشتريش، بس مش شايفها تستاهل الضجه اللي عليها، لان زي ما انت شايف الفيرتشوال ما هو الا عباره عن سماعه استيريو بايحاء بيعمله كارت الصوت ليك. وبغض النظر عن فكره السراوند ككل، تعال نشوف بقى السماعتين. السماعه الاولى وهي الاغلى سعرا اللي هتكون غالبا متاحه في حدود ال 1400 جنيه مصري، ممكن اعلى او اقل مش عارف الحقيقه. السماعه ممتازه جدا من حيث الخامات المتصنعه بيها. التطور او الاختلاف بينها وبين الموديل القديم اللي من غير الاس اي ان الباكج اصغر من غير الاستاند اللي بيشيل السماعه وكارت الصوت، ولا زالت بتنور باللون الاحمر، مفيش ار جي بي، ده على غير عاده اي سماعه من الفئه السعريه دي. والكوشن بتاعتها انعم بكتير من الموديل القديم، فمريحه اكتر من النسخه الاولى في الاستخدام الطويل. الساوند كارد بعيدا عن فكرة الـ 7.1 هو بيقدم تجربة ممتازة جدا خصوصا من حيث الصوت والتحكم، وبالاخص المايك اللي بيستفيد بيه جدا، لان اي شخص بيفكر في انه يشتري سماعة جيمنج بيكون محتاج مايك تكون جودته كويسة عشان عملية تواصل افضل داخل الالعاب. فالمايك من غير الساوند كارد زي ما انت سامع هيكون لاقط صوتك بشكل كويس، اي نعم نسبته قليلة بس لاقط مشكلة تانية وهي البفبفة في الكلام. بعد استخدام الساوند كارد مع المايك الصوت اتحسن كتير عن الاول، بشكل او باخر كارت الصوت قادر يبروسيس كل حاجة بدون اي مشكلة. المايك مايك تقليدي جدا تقدر تفكه وتركبه وتستخدمه ستاند الون عشان معتمد على جاك 3.5، ومش المايك بس اللي معتمد على جاك 3.5، السماعة نفسها معتمدة على 2 3.5، واحد للمايك وواحد للهيدفون، ودي ميزة تانية لان في حالة ان عندك كارت صوت احترافي احسن من اللي موجود في المذر بورد تقدر تستخدمه مع السماعة من غير الساوند كارد المرفق معاه. دي كانت السماعة الـ XBG EMAX H30SE. خلينا نشوف بقى السماعة التانية الـ XBG EMAX H20. السماعة التانية سماعة بادجت ليفل، من المحتمل ان سعرها في السوق المصري يكون حوالي 450 جنيه، وده بالتقريب. هتاخد جودة صوت مش بطالة، ماتيريال مناسبة جدا لسعرها، إيحاء بالصوت المحيطي مش بنفس جودة الأولى بس لازال صوتها مقابل سعرها القليل مقبول، مش الأفضل، ده غير ان فيها RGB. السماعة معتمدة على منفذ USB في التوصيل، ودي حاجة شايف انها مش لطيفة خالص. النفعية الوحيدة من المنفذ ده في سيناريو واحد بس، ان كارت الصوت اللي عندك في المذر بورد يكون باص، فعاوز السماعة تشتغل عن طريق USB. لكن لو كارت الصوت عندك شغال كويس واداؤه كويس زي اللي موجود في البورد الكروس هير 7 هيرو، للأسف مش تعرف تستفيد بيه. فدي كانت فرصة انك ترفع من اداء السماعة لو كانت بمنفذ 3.5 ملم. المايك في الـ H20 ما هواش التجربة الافضل، زال اداء السماعة ككل مايك وصوت مناسب جدا لسعرها. هتستخدم المايك ده محتاج تكون في مكان فاضي مفهوش تيار هواء مستمر، لان المايك جاسوس بيلقط اي صوت حواليه، على عكس المايك في الـ H30SE التجويف الى حد ما اللي في المايك مساعد على انه يلقط صوتك انت بس ومن اتجاه واحد اللي هو اتجاهك انت كمستخدم. في الاخير اللي عاوزك تعرفه من الحلقة دي ان الصوت مهم جدا، وان مش اي حاجة مكتوبة على العلبة معناها انها حاجة كويسة. مش معنى كده ان الشركات بتضحك علينا، هم صريحين في نقطة الفيرتشوال سراوند ان مش التجربة الأفضل على قد ما هي محاكاة لنظام معقد بشكل أكبر. نظام زي ده محتاج عشان يشتغل زي ما التقنية بتقول محتوى يكون متسجل بالتقنية دي، وده موجود أفلام وألعاب. الأغاني أو الموسيقى الأفضل ليها استيريو، هاردوير بيدعم التقنية دي وده موجود في كروت الصوت، سوفتوير بيدعم التقنية دي وده موجود في الدرايفرز بتاع كروت الصوت والويندوز وبرامج كتير جدا. ويبقى كده ما فضلكش إلا حاجة واحدة بس، الهيدسيت أو السبيكرز، وإنك تعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردوير عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالحلقات اللي جاية. وما تنساش تعمل لايك لو حلقتنا عجبتك وتسيب رأيك تحت في التعليقات. اشوفكم في الحلقة الجاية.